مشاهدينا ننتقل الآن إلى مقال يتحدث عن انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل وكيف يتم التعامل مع الفلسطينيين للضغط عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات. دعونا نتابع ماذا جاء في هذا المقال ومن ثم نعود. المقال تحت عنوان ترامب يعمل ضد الفلسطينيين وإسرائيل معرضة لدفع الثمن، لصحيفة يدعوت أحرنوت بقلم إتمار أيحانر. ترامب يريد إجبار الرئيس الفلسطيني أبو مازن العودة للمفاوضات، ويقوم بذلك من خلال التهديدات وتقليص ووقف المساعدات، ولكن حتى الآن لم تنجح هذه السياسة وستنتهي بانفجار سيكلف إسرائيل كثيراً. الخطوات الأخيرة التي قام بها ترامب ضد الفلسطينيين هي الحلم الرطب لليمين المتطرف في إسرائيل، ومع كل هذه الخطوات الأمريكية يبدو أن الأمريكيين لا يزالوا في حالة من الخسران، وليس لديهم أي فكرة عن كيفية إنزال الفلسطينيين عن الشجرة. وكلما ازدادت الصعوبات على الفلسطينيين كلما تمسك الرئيس أبو مازن في موقفه وصعد إلى مستوى أعلى. منذ إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل في كانون الأول ديسمبر الماضي، الإدارة الأمريكية سارت بمسار تصادمي مع الفلسطينيين، وبعدها نقلوا السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وعززت الولايات المتحدة من نهجها القائم على أن أبو مازن لا يفهم إلا بالقوة، وأن هذا فقط ما سيجعله يعود إلى طاولة المفاوضات. حتى الآن أثبتت هذه السياسة الأمريكية فشلها. في الأسابيع الأخيرة قرر ترامب القيام بخطوات إضافية ضد الفلسطينيين في محاولة بائسة تقريباً لإعادتهم إلى المفاوضات، فقد قرر القيام بالمزيد من التضييق، أوقف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار ووقف تقديم 300 مليون دولار للأونروا، ووقف مساعدات للمستشفيات الفلسطينية في شرقي القدس بقيمة 25 مليون دولار، والخطوة الأخيرة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي يعتبر سفارة فلسطينية مصغرة. المبررات الأمريكية للخطوة الأخيرة ضد الفلسطينيين الرفض والإدانة الفلسطينية لخطة السلام الأمريكية والتي باتت تعرف بصفقة القرن قبل نشرها، والتقدم بشكوى لدى محكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب. الرسالة الأمريكية قطيعة وواضحة، في البيت الأبيض يوجد رئيس يتعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كصفقة عقارات، في حال رفض طرف من الأطراف ننزل عليه ضربة تلو الضربة حتى ينكسر ويخضع. وتساءلت الكاتبة هل سينكسر الفلسطينيون؟ تجيب لا أعتقد، ترامب لا يهمه بأن لا يوافق الفلسطينيين، ولكنهم لن يحصلوا منه على دولار واحد ما لم يوافقوا على الصفقة. وبالتزامن مع إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، هددت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية ضد محكمة الجنايات الدولية إذا استمرت في التحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان أو فتح تحقيق ضد إسرائيل في قضايا جرائم حرب. ومع انتهاء إجازة رأس السنة العبرية، رئيس الوزراء الإسرائيلي والوزراء وأعضاء الكنيسة من اليمين الإسرائيلي رحبوا في الخطوة الأمريكية ضد الفلسطينيين، ولكن يبقى السؤال إن كانت هذه التطورات إيجابية بالنسبة للمصلحة الإسرائيلية. تجيب ليس بالضرورة. وينظر البعض إلى قرارات ترامب على أنها خلقت حالة من الأرض المحروقة، حيث لا توجد هيئة دولية يمكن النظر إليها كوسيط عادل بين إسرائيل والفلسطينيين. وعادة عندما يتم دفع الفلسطينيين إلى الزاوية والضغط عليهم تدفع إسرائيل الثمن. وأخيرا تضيف الكاتبة إن لم يكن بمقدور المستشفيات في القدس الشرقية علاج مرضى السرطان من الفلسطينيين، إلى أين يذهبون؟ أليس لهداسة ولشعار تصادق لواتي ينهرن أمام المرضى الإسرائيليين؟ وفي حال عدم ذهاب ملايين الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربية لمدارسهم، ماذا يمكن أن يفعلوا غير التوجه للإرهاب والعنف بحسب تعبير الكاتبة؟
أهلا بكم مشاهدينا مجددا. هذا المقال كان لصحيفة يدعوت أحرنوت. الكاتبة تتحدث عن الانحياز الأمريكي لإسرائيل وبالمقابل الضغط الكامل على الجانب الفلسطيني للعودة لطاولة المفاوضات، وبحسب الكاتبة هذا لن يجدي نفعا للفلسطينيين، مشيرة بحسب ادعائها أن ذلك سيؤدي ليس بالضرورة إلى مصلحة إسرائيل بل إلى يشكل خطر على إسرائيل. هذا أبرز ما جاء في هذا المقال. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.